يا أمي يا أمي داخلك قوليلي ببقى أو بروح، تعبت خناق وحرب وصارت صعب الدرب، والعمر يا أمي بعده بأوله. قالت لي نحنا عشنا الذل وشفنا الخير، رضينا بقدرنا وما فينا نشوف كن عم تتبهدلوا. نحنا نوينا نموت ببلادنا، مصيرنا بيوم نشوف ولادنا. وانت يا ابني يا ابني يلي بتشوف وعمله، شو اصعب من نار الغسالو؟ يا ويل اللي بيعيش بأرضه وأرضه مش إله، بيبقى عايش وحيد والجراح وعم بتزيد، ناطر بركي على جديد بيرجع لبنان الحلو. بيبقى عايش وحيد والجراح وعم بتزيد، ناطر بركي على جديد بيرجع لبنان الحلو، بيرجع لبنان، بيرجع لبنان الحلو. ايام عم تمرق على الفاضي، عايش بحلم حكايته لبنان يرجع متل ما كان بالماضي، ساكن محبي وملقى للأديان. وإن رحت عتاني دني ومرت سني بعد السني، خايف حلم لبنان مني يطير، وخايف يضيع على الهوى شي يوم وما نبقى سوا. ورح كون يا امي عفراقكن بكير، دخلك يا امي قوليلي، دخلك يا امي قوليلي، دخلك يا امي قولي لي ببقى أو بروح. شو أصعب من نار الغرب حاجي تسأله؟ يا ويلو اللي بعيش بأرضه وأرضه مش إله، بيبقى عايش وحيد وجراح وعم بتزيد، ناطر بلكي عن جديد بيرجع لبنان الحلو، بيرجع لبنان، بيرجع لبنان الحلو. شو أصعب من نار الغربي حاجة تسأله؟ يا ويلو اللي بيعيش بأرضه وأرضه مش إله. بدي أفتتح بالغنية اللي بتجسد واقع عم نعيشه بوجع وحرق وخوف، على شباب لبنان اللي عم بيهاجر ويترك أهله وبأرض ويترك أهله وأرضه ويعيش ببيئة وأرض ودنيا غريبة مع مجتمع غريب هو كليا بعيد عنه. والغريب إنه المشكلة مش منه، المعطل بيوعى هالدنيا مبسوط ومحمس ليبلش يتكل على حاله، يخلص مدرسته يكمل جامعته، وهو مقتنع انه رح يتخرج ويبلش يشتغل باختصاصه. بس يا حرام شو كان واعد حاله باشياء ومتامل انها تزبط.
وبشوف غيره بيسافر كم سنة بيعمل له أشياء بيضمنوا له آخرته، وهو مش عارف إنه كل هالسنين حرق عمره وشبابه أحلى لحظات حياته اللي كان مفروض يقضيها ببيته حد أهله، وما كان عارف إنه هالأعياد والمناسبات اللي كان عم بيعيدهم برا مع الغريب هن ذكريات وخبرية حلوة في خبرها لأولاده وأولاد أولاده بلبنان. مختصر مفيد، بدي نهتم أكثر بموضوع الهجرة، وبتمنى إنه تدعموا هالموضوع مادياً ومعنوياً بافتتاح مراكز تجارية كبيرة لنوظف كل لبنان يشتغل على حاله وناوي يكبر ويختي ببلاده ويضمن آخرته. وبدنا نخليه موضوع هالسنة، وبدنا هالعشر ملايين لبناني يرجعوا من المهجر لنحس إنه رجع لبنان الحلو. مروره لمروان اليوم بالإيفال كتير حلو. أنا سمعت اليوم رني، هو أصلاً أنا بالنسبة إلي تامبر صوته حلو ومغني حلو، بس اليوم سمعت رني كتير حلوة بالصوت، أحلى من العادة. العاليين اليوم صحيح بدهم بعد شوية شغل، بس اليوم فيهم عرض أكتر النوتات، منهم مزروكين وفيهم تجويف أحلى. النفس لازم يكون أريح شوي، ولكن اللي اشتغلناه مثلا بالصف نهار السبت اللي هو تطبيق التكنيك بالمغنى ونريح النوتات العاليين تما يكونوا مزروكين ويقدر هو يعطيهم عرض وتجويف مزبوط بلا ما يقلبهم أو يزركهم فوق كتير. أنا شفته هذا الشيء طبق اليوم، ومروان دايما مركز ليطبق الأشياء قد ما بيقدر، سو أنا كتير انبسطت منه. كنت بفضل يكون هو أريح نفسيا شوي، يعني الاي كونتاكت معنا يكون انه ثابت اكثر، مش انه وما حسه هالقد معبق، ولكن الباقي كان كثير منيح وانا بهنيه. مروان مشروع بالمستقبل ستار. مروان في شغله بعده هلا عم بيعطينا النص يلي موجود بشخصيته بصوته، لانه بعد ما عم بيفتح تمه كافي هو عم بيجرب. وبقلي مدام فكر لما بكون عم تقليلي عم بيفتح تمي، بس بعد ما عم بيفتح تمه في مطارح عم بترن بصوته، في مطارح مخنوقة كليا. هيدا الشغل أصعب تلميذ مرق عندي هو مروان، لأنه الصوات الكبيرة بتعذب. في مطارح مقتنع أنه بالقرار أنه عنده صوت عريض، بعد ما عم بيفتح كافي تمه. ان شاء الله بتمنى انه بوجود الاكاديمي بهالايام يلي عم نعيشها نحن وياه يفتح تمه تصير مشروع ستار بالفعل. يعني انا عم فكر اذا بتزبط خبريه مروان بيرجعوا 10 ملايين على لبنان اي ساعه بنوصل على بيوتنا. مروان صوت عن جد وشاب وحلو وستار وبغني حلو، بحسه الواحد هيك رغم انه بيعرق وبيحمر وهيك، بس بحسه الانسان. يعني انا عم غني ما بعطل همه، بحسه مالك القصة هيك عم بيتطور بشكل حلو. طبعا بضل بده كل هاللي عم تقوليهم ماري وكلكم عم تقولون، بس عنده الباز بشكل قوي. حلو موضوع الهجرة اكيد. عم بمزح انا على 10 ملايين، وهن مش ناطريننا تيرجعوا اصلا، شو بدهم يرجعوا يعملوا؟ بس انه حلو انه نعالج فكرة انه اليوم اللي هو اكيد عم بحس فيه هو وغيره، انه كل انسان عم بيحلم بمستقبل كبير وعنده طموحات عم بيظهر لبرا. خلينا نلاقي فرص عمل، هو قال اشياء تجارية وكذا، مش بالضرورة تكون تجارية، يعني نلاقي فرص عمل، نفتح مجالات ان كان بالتلفزيونات بوسائل الاعلام بالتجارة بالصناعة بالطب بكل شيء، نفتح مجالات لحتى هالأدمغة وهالناس الطموحة ما تروح لبرا. حلو إيفال مروان، انا حسيت غنى حلو وحبيت اللي غنيه، وكنت مستمتعه معه، ما حسيته مثلا طويل بدي يخلص. بحسيت انه مروره كان حلو، إيفال حلو، وان شاء الله بعد بتطور اكثر لقدام. مروان بفتكر اكيد انه بيعمل شيء مش بيمرق هيك. بالنسبه لمروان الشغله الحلوه اللي عملها
هو انه خلق اطار، يعني كانه عم بيفتتح او بمركز او شيء، يعني بكونفرنس، يعني ديجا لما نحط الطاولات هيك خلق منبر. ايه منبر. والشغله الحلوه الغريبه اللي عملها انه بلش بالغناء، وبعدين قال انه افتتحنا هاللقاء هيدا بهالاغنيه. هلا عاده مروان شخص بيرتاح اكثر بالغناء من الحكي، اليوم حسيت شوي العكس، لانه بالغنى حسيته عم بغني لحاله. يعني لو ما بعدين قال لي نحن افتتحنا اليوم جلستنا او لقائنا بهالغنى، انا حسيت عم قلت صرت اسال لمين عم بغني؟ عم بغني لحاله؟ طب وين الايكون؟ ليش ما عم يتطلع فينا؟ عم بغني لجمهور؟ وين نحن؟ كنت تمنيت يكون في تواصل اكثر مع الجمهور بالغنى، ولكن يلي بسطني انا شخصيا انه خلق هالتواصل بالحديث بالديسكور تبعه. صحيح كان كاتبه، صحيح مروان بعد انسان شخص بعده ملبك شوي بحاله، ما عنده ثقه، لازم يكون عنده ثقه بحاله اكثر مروان، لانه عن جد يعني عنده صوت حلو وعنده حضور حلو وبيقدر يعبر. يعني امبارح قال لي جمله صف، قال لي انا ما بعرف اعبر مدام. انت كيف ما بتعرف تعبر؟ ما في حدا، نحن هون تنعلمك هيدا الشيء. اليوم حسيت انه عم بيعمل هيدا الجهد، ولازم يكون عنده ثقه بحاله اكثر، لانه الفكره الطرحه حلوه، الغنيه الطرح الغنيها انه للشباب كيف، وكيف حتى بلش الديسكور تبعه الحوار تبعه بلشوا بكلام من الاغنيه، يعني كيف كتب هالشي كتبه بطريقه حلوه، ولكن بعده متلبك لدرجه انه حتى هو عم بيقرا شيء هو كاتبه بعده عنده هالازيتاسيون هالتردد، وكانه ما عنده ثقه بحاله. بدي مروان اقوى، لانه مروان بيستحق، عن جد بيستحق يضل معنا بالبروغرام يعني لآخر مراحل، لأنه صوت حلو، حضور حلو. وبعدين عن جد بنقي أغاني صعبة وبغنيها بطريقة جميلة جدا يعني، فبالتالي بدنا نشتغل على الثقة وعلى الحضور أكثر يا مروان. أنا اليوم مبسوطة بمروان بشغلة، لأن حكينا عنها أنه هو دايما بس يجي على الإيفال تيغني بصير مستعجل وبصير ملبك وبصير ضايع. اليوم قلت له خد وقتك، حسيته أخذ وقته، يعني بلش الغنية على رواق. حسيت الإيقاع اليوم أحسن من غير مرات، مش كتير فرق، يعني كان عم مبين رياحته أكتر بالمغنى. يمكن بعد ناقصه أنه يكون بالحكي بالتواصل مرتاح أكتر. أنا عندي مشكلة معه المروان بس بقصة التعبير الغنائي، يعني وقتها بيغني وطني يفرجيني شيء، وقتها بيغني شيء رومانسي أو عاطفي يفرجيني شيء، لأنه هو بالصوت بي 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 يعني بقلب الصوت موجود، بس كيف عم بيوصلنا إياه أو طريقة نظرته أو طريقة تعبيره هي اللي عم بتكون ضعيفة، لأنه فعلا هو من الأصوات المميزة جدا، عنده إمكانية هائلة، عليه أنه ينظمها أكتر ويوصلها لإلنا من خلال التعبير النظر والحركة بطريقة مميزة، فعلا كل هالشي الحلو اللي عنده يقدر يوصل بسهولة أكتر للناس.